الدكتور إيهاب السعيد، استشاري التجميل، بورد الأكاديمية الأمريكية للتجميل، عضو الأكاديمية الأمريكية للتجميل. طبيب تنسيق القوام هو طبيب غير عادي، لأن نحت القوام قد ما هو عملية طبية هو كمان فن، بيحتاج لرؤية فنية من الطبيب اللي بالضرورة لازم يكون عنده إحساس بالجمال زي الفنان، وده اختلاف ضروري عن كل الإجراءات الطبية اللي ممكن يقوم بيها طبيب أو جراح. فن النحت المعروف من آلاف السنين من القدماء المصريين، التعامل مع جسم الإنسان أكتر صعوبة منه. الحس الفني للطبيب كمان مطلوب لمعرفة الطبيعة النفسية للمريض ومراعاتها بدقة، وتثقيف المريض بمسؤولياته واتباعه بدقة لتعليمات الطبيب للوصول للنتائج المرجوة من العملية. تنسيق القوام بقى هدف لكل ست، كل ست تتمنى ان قوامها يتقال عليها بقوام رائع جدا. كيلي بروكي عرضت ازياء ممثلة انجليزية مشهورة لها اصول امريكية، قيل أنها صاحبة أجمل تكوين جسدي في العالم. الدراسة اللي عملتها عليها جامعة تكساس، واختاروا جسمها كجسد الأفضل. طيب لما تيجي تبص لكيلي بروك هتجد أنها إلى حد كبير جدا ليست رفيعة ولكنها متناسقة. مهم جدا ده، هي لم تسعى إلى أنها تكون سو سليم، في أرفع منها في العالم، لكن لازم يبقى في تناسق بين تكوينها سواء في الكتاف أو في الخصر أو في البطن. طبعا النوعية دي من الأعمال مش عمل بيقوم به فرد واحد، ده فريق. بتلاقي الطبيب الجراح، جراح التجميل، العالم دلوقتي كله، كل نجمات هوليود، كل نجمة ليها فريق عمل جراحي أو جراح تجميل مسؤول على أنه يرعى كل دفوهاتها أو يظبط كل دفوهاتها. ليها فريق رياضي، بس الجراح التجميل أساسي، هو بيبقى دايماً قائد الفريق. خلي بالكم أنه التجميل أو التنسيق القوام ده له مقاييس مهمة جداً. اللفت نظري في أن الأجمل ليس الأرفع. التنسيق القوام مش لازم أنا أخلي الجسم في دي، هنتكلم فيها بالتفصيل النهارده. ما ينفعش اخلي الخصر رفيع جدا مش متناسق مع جسمك، لازم يكون في تناسق. التناسق ده عمليه هندسيه في منتهى الاهميه. يعني ايه تنسيق الجسد الديناميكي؟ تفاصيله النهارده مع واحد من نجوم عالم جراحه التجميل، النهارده اسم قدير موجود معانا في الناس الحلوه، دكتور ايهاب السعيد، استشاري جراحات تجميل وعضو وصاحب بورد الاكاديميه الامريكيه للتجميل، عضو الاكاديميه الامريكيه للتجميل، ضيفي العزيز. اهلا بيك دكتور ايهاب. اهلا بحضرتك يا دكتور ايهاب، منورنا. ده نورك. النهارده عنوان شفط الدهون الرباعي الابعاد. طب اشرح لي بقى الاول يعني ايه رباعي الابعاد وال 360 درجه بتاعتكم، ايه القصه دي؟ تمام. هو كان قبل كده في العمليات الشفط التقليديه كان مثلا يجي عميله تقول ان هي عندها جزء في الجسم معين، بسموه عميله، انا بسميها عميله، لانها مش ما تعتبرش مريضه. لا، مش بحب اطلق لقب مريضه على يعني على العملاء بتوع التجميل، كلاينت. بنسموه كلاينت. اوكي. فكانت بتيجي تقول مثلا ان هي على طول بتمارس رياضه وبتمشي على دايت بقى لها مده او فتره معينه، بس عندها جزء ما بينزلش، زي مثلا جزء في بطنها مثلا، وهي جايه تطلب اللي هو الجزء اللي هو فيه تراكم الدهون في منطقه البطن مثلا، عايزه تشيله او نعمل له شفط. فكانت بتتخدر وندخل ندخلها ويتشفط الجزء ده وبتخرج وخلاص. ما كانش فيه نظره او ما كانش فيه اهتمام قوي بالبعد الرابع اللي احنا بنسميه او بالشكل التجميلي لجسمها كله او لتناسق الجسم مع بعض. حكايه شفط الدهون او نحت الجسم 360 درجه المقصود بيه ان احنا مش بنهتم بس بمنطقه واحده في الجسم زي منطقه البطن مثلا او الجناب، لا، احنا لما بتيجي مثلا العميله في الكشف او الكلام ده فاحنا بنكشف على الجسم كله، بنشوف ايه المناطق اللي هي المفروض تتظبط، البطن والجناب، ودايما بيبقى فيه دهون، تراكم للدهون في ثنيات الظهر،
كمان في ناس بيكون عندها في منطقة الفخاد ومنطقة والجوانب الرجلين من بره والكلام ده، فهو ده اللي مقصود بيه ان هو 360 درجة يعني الجسم ككل يعني او داير ما يدور يعني. ديت العملية او دي التحديث الجديد لعملية الشفط ونحت الجسم في الفترة الحالية. ازاي بتتم العملية؟ كان في الماضي بيبقى في تخدير كامل، او هي بعض الناس بتشتغل حاليا برضو بموضوع اللي هو الجراحه التقليديه، بيبقى في تخدير كامل وفي شد جراحي او في فتح جراحي والكلام. حاليا او الطريقه اللي انا بشتغل بيها او اللي احنا موجود عندنا في المركز ان هو بنشتغلها عن طريق تخدير موضعي، كل العمليه بتتم عن طريق تخدير موضعي. المناطق اللي احنا عايزين ان احنا نشفط منها الدهون بنخدرها باستخدام مخدر موضعي فقط. العميله بتكون صاحيه اثناء العمليه، مش بنحتاج ان احنا نديها بنج كلي ولا حاجه. بعد ما بنحقن المخدر، هي هيجي في الفيديو زي ما هو واضح، بنحقن المخدر الاول عن طريق الجهاز في المنطقه اللي احنا عايزين نخدرها او نشفط منها الدهون. بعد كده بعد ما بنحقن المخدر بنسيبها يعني بنسيبها شويه حوالي 10 دقائق وربع ساعه، بعد كده بنرجع نشفط الدهون منها، يعني نشفط المخدر والدهون في المنطقة اللي احنا عايزين نعمل لها شفط ونحتي. العملية بالمخدر الموضعي ديت ليها كذا ميزة يعني. اول حاجة المخدر اللي احنا بنستخدمه بيبقى فيه مواد قابضة للأوعية الدموية، فدوت بيقلل من موضوع النزيف اللي كان موجود مع معظم العمليات التقليدية. ما عدناش بنحتاج او بنطلب توفير وحدات دم قبل العملية انها تبقى موجودة اثناء العملية، لا ده مش بنحتاجه بصراحة. كمان بنقدر ان احنا اثناء العملية بنقدر ان احنا نشفط كمية كبيرة، بنتعامل مع كذا منطقة في الجسم مش منطقة واحدة، يعني ممكن نعمل شفط كامل او نحت كامل للجسم باستخدام التخدير الموضعي ده، لان احنا ما عندناش فقد كبير في الدم او احنا مش خايفين ان هو يحصل فقد. كمان موضوع المواد اللي هي القابضة للأوعية الدموية ده بتدينا حماية كمان ضد موضوع الجلطات اللي ممكن ان هي تحصل اثناء العملية او بعد العملية، فده بتعتبر ميزة. كمان التخدير الموضعي ده العميلة بعد ما بتخلص بتقعد مثلا نص ساعة أو ساعة وبعدين نطمن عليها وبتمشي، مش محتاجة أنها تقعد مدة في المستشفى أو أنها تقيم ليلة أو الكلام ده، لا مش محتاجة الكلام ده. بعد العملية بتفضل قاعدة في البيت، بننصحها أنها تفضل قاعدة من 5 لـ7 أيام. بيبقى الحركة مش نايمة في السرير يعني في البيت، لكن بتبقى الحركة على قد البيت، بتقدر تقوم تاكل وتشرب وتمارس حياتها جوه البيت عادي، لكن لو هتنزل بقى وهتبذل مجهود أو كده يبقى بعد أسبوع. لو هي عايزة ترجع للجيم وكده بنقول لها ان هو بعد شهر ونص تقدر ان هي تمارس رياضة او ترجع للجيم او كده. كم سؤال مهم قوي، الالم وقع يوم العملية دي هل تحس بالالم ام لا؟ الحركة بعد العملية قد ايه؟ برضو يعني مناطق الشفط اللي انا بعتمد عليها او يعني اللي انا بهتم بيها اكتر، الموضة دلوقتي ايه؟ عايز افهم النقطة. تمام. هو بالنسبه للالم زي ما قلت لحضرتك، هو تخدير موضعي مش بيكون فيه الم في المناطق اللي احنا بنشفط منها الدهون. كمان بعد العمليه انا عايز اقول لحضرتك يا دكتور ايمن ان هي مش فتح جراحي، يعني هي الاماكن اللي احنا بنعمل منها الشفط او اماكن دخول الكانيولات بالظبط كده بتبقى تقريبا فتحات بتتراوح من 2 لـ4 ملي، دي فتحات صغيره خالص. ما بنحتاجش ان احنا حتى نخيطها ولا حاجه بعد العمليه، يعني احنا بنسيبها مفتوحه وهي في خلال من 3 لـ5 أيام بتقفل بعد العمليه. فما فيش ألم أثناء العملية، وبعد العملية بيكون الألم محتمل، ما بنحتاجش مثلا نركب بي سي اي ولا حاجة. بنعتمد بي سي اي ده اللي هو البامب اللي بتطلع بالظبط كده، دي بنستخدمها في الجراحات او عملية الشد الجراحي او لما بيبقى فتح جراحي شد كبير. البطن بالظبط، شد البطن دي العملية التانية بالظبط. لكن بعد العملية اللي هي عملية النحت باستخدام مخدر موضعي، لا ده احنا بنستخدم مسكن عبارة عن حبوب، ممكن ان احنا نستخدمه في كل 8 ساعات لمدة 3 أيام، بعد كده بنستخدمه عند اللزوم بس لو هي حاسة بالألم بس. ده بالنسبة لموضوع الألم. بالنسبة لشكل الجسم او ان احنا بنحدده ازاي او كده، احنا طبعا بنهتم جدا بموضوع الكيرفات بتاعة الجسم او رسم الجسم ده، احنا بنرسمه قبل العملية. تمام. وبنشتغل عليه أثناء العملية بحيث إن احنا الجسم يطلع منحوت أو إن هو الشكل يبقى باين إن هو القوام متناسق وشكله جميل زي ما حضرتك قلت في الأول.
مش بنهتم قوي بحكايه ان هو نبقى مصغرين جزء معين قوي وبقيه الجسم مش متناسق معاه، لا ما بيبقاش يعني شكل حلو. لكن هو المهم مثلا في ناحيه والوسط بقى في حته تانية خالص. طبعا لا، هو الاهم ان هو الجسم يكون متناسق، لان ده بيبقى الشكل اجمل كتير من ان بقى جزء صغير قوي وبقيه الجسم مش متناسق معاه. ترجع الدهون مره تانية بعد شفتها؟ الاماكن اللي احنا بنشفط منها الدهون احنا بنشيل الخلايا الدهنيه نفسها، فمش وارد ان هي تتكون الدهون في المناطق اللي تم فيها الشفط، لكن ممكن انها تتكون في اي مكان تاني ما تمش فيه الشفط. يعني مثلا لو هو حد يعني جه عمل شفط لمنطقه البطن والجناب واسفل الظهر والكلام ده وما عملتش مثلا الارداف او ما حصلش مناطق تانيه، فممكن بعد فتره لو هي ما ظبطتش اكلها ومشت على نظام صحي او الكلام ده ممكن انها تتراكم الدهون في مناطق زي الارداف او في الرقبه او كمان في الدهون الحشويه، ممكن انها تزيد يعني حوالين الاعضاء الداخليه. ايه الفرق بين تقنيه ال 360 او الشفط الديناميكي والطريقه التقليديه القديمه؟ الطريقه التقليديه القديمه زي ما احنا قلنا هو المفروض ان يكون فيها تخدير كامل، هو شفط الدهون اصلا موجود من زمان يعني من السبعينات هو موجود، لكن الطريقه القديمه كان بيبقى فيه تخدير كامل، كان بيبقى فيه التزام قوي بموضوع كام لتر يتم شفطه في اثناء العمليه، كان بيبقى مثلا من 5 لـ 7 لتر، احنا حاليا بنقدر نوصل لغايه من 8 لـ 10 ساعات، في ناس بنوصل ل 12 لتر بدون اي خطوره او اي مشاكل اثناء العمليه او بعد العمليه. الشفط التقليدي كمان كان بيبقى فيه مده تعافي طويله قوي، كان بتوصل لـ 3 لـ 4 اسابيع بعد العمليه علشان هو تقدر انها تمارس حياتها او ترجع لحياتها بشكل طبيعي، كانت بتقعد مده طويله. لكن حاليا بالشفط اللي هو باستخدام مخدر موضعي او كده زي ما قلت لحضرتك، هي بتقدر انها بتمشي بعد العمليه على طول، بترجع بيتها، بتبقى حركتها تقدر تتحرك، ما عادتش بتنام في السرير مده طويله او الكلام ده، لا حتى ما بنطلبش منها كده، هي بتتحرك جوه البيت، بتقوم تقعد تاكل تشرب، بتمارس حياتها طبيعي جوه البيت بدون مجهود زايد، يعني ما تنظفش مثلا الشقه في اول اسبوع او اول 5 ايام، بعد كده بتقدر تنزل بقى وتمارس حياتها طبيعي يعني. كمان الموضوع التخدير الكلي ومشاكله والكلام ده احنا بدانا نتلافاه حاليا موضوع التخدير الموضعي يعني. في سؤال مهم قوي بقى، النتيجه النهائيه بتظهر امتى؟ ست تحصل على الشكل اللي هي تتمناه او اللي احنا رسمناه واللي احنا كمان تتمناه. تمام. بالنسبه للحجم يعني تصغير الحجم والكلام ده بيبان فورا بعد العمليه، لكن لما بنتكلم عن الشكل وان الجلد بياخد الشكل الجديد للجسم بعد الشفط ده بخلال من 2 لـ 3 شهور بمساعده كرسيه او مشد، لازم ان هي بتلبس مشد بعد العمليه. كرسيه؟ اه بالظبط. اه عارفين الكرسيه يا جماعه طبعا. تمام. اللي حضرتك بتعمله ده اللي هو بيبقى كرسيه بطن، بس هو حاليا بيكون لو مثلا هنعمل الجسم كله فبيبقى بدله كامله للجسم، بتبقى بدله ضغطه بحيث ان هو الجلد ياخد الشكل الجديد. بدله الضغطه دي على فكره في بعض اللعيبه بتلبسها علشان بيبين شكله سليم اكتر بالظبط. وبتحميه، بيبقى فيها طبقه يعني عشان لما يقع ما يحصلش كدمات. في كده الغرض من الكرسيه او البدله الضغطه دي ان هو الجلد بياخد الشكل الجديد بسرعه. كمان في نقطه هنا عايز اوضحها، ان هي دايما بنسال طب هو بعد الشفط يا دكتور هيحصل ترهل للجلد؟ فالاجابه واضحه، لا مش بيحصل ترهل للجلد، لا هو قبل الشفط ما فيش ترهل، فبعد الشفط ما بيحصلش ترهل. لان احنا جلدنا عامل زي البالونه، لما بنشيل الدهون اللي هي موجوده تحته فهو بياخد الشكل الجديد زي ما قلت لحضرتك في خلال من 2 لـ 3 شهور بعد العمليه بمساعده المشد او بمساعده الكرسيه. الدهون اللي احنا شفطناها دي ممكن نستغلها؟ الدهون يعني او الدهون اللي احنا بنشفطها دي ليها طريقين، اما ان احنا في ناس بتيجي بتطلب ان هي اعاده حقنها تاني، سواء بقى في الصدر او في المؤخره او تحت ندبه قديمه مثلا او الكلام ده، فينفع ان احنا نعملها، وبنعملها في نفس العمليه. يعني واحنا عندنا جهاز اصلا مخصص لموضوع اعاده الحقن ده، بيخلينا نتحكم مثلا لو احنا منطقه زي الصدر او الارداف او كده، بنقدر ان احنا نظبط الكميه نفسها في كل جزء بيبقوا متساويين عشان الشكل يطلع متناسق. كمان يعني ده بعد ما بنظبط الشكل والكلام ده زي ما قلت لحضرتك هو في نفس العمليه، يعني بيحصل الشفط وبعديه على طول بيحصل اعاده الحقن. ده العمليه بتتم كده. الميزه كمان في موضوع دوت ان هو يعني في ناس اصلا بتكون عندها مشكله معينه، ان عندها حجم الصدر صغير او حجم الارداف صغيره، فهي بتبقى جايه للموضوع ده. فبنقدر ان احنا بنشفط الدهون من منطقه واحده زي البطن مثلا او كذا منطقه في الجسم زي البطن والفخاد والكلام ده، وبنرجع
بنحقنها تاني في المناطق اللي هي عايزه تزود حجمها يعني. في ارشادات بعد اذن حضرتك دكتور ايمن عايز اقولها هنا بخصوص اعاده الحقن، بخصوص اعاده الحقن لان دي نقطه مهمه جدا. دايما في المنطقه اللي احنا بنعيد فيها حقن الدهون لازم يكون ما يحصلش فيها ضغط لمده معينه، مده على الاقل يعني. مش فاهمها دي، اقولها لحضرتك. لو احنا مثلا حد جات وقالت ان هي عايزه تكبر المؤخره، عايزه تحقن دهون في المؤخره، اوكي، اولا احنا مش عايزين ضغط على المنطقه اللي تم حقن الدهون فيها لكذا سبب. اول سبب علشان الضغط ده بيقلل الدم اللي رايح للمنطقه دي، فممكن ان هي الجسم يعني يموت الخلايا الدهنيه اللي اتحقنت ديت ويتخلص منها، فما بقاش مستفيد. حقن الدهون في المؤخره طب ما لازم تقعد، ليها طريقه في القعده. اولا في وسائد معينه بتستخدم علشان موضوع بعد عمليات حقن الدهون في المؤخره. تاني حاجه ليها طريقه في القعده، ان هي لما بتيجي تقعد يفضل ان هي في اول فتره يعني في اول اسبوعين ثلاثه ما تقعدش على كرسي الظهر، يعني دايما بنقول ان هو كرسي من غير ظهر، وتقعد على الفخذ من فوق، ما تقعدش على المؤخره خالص. تمام، حتى لما بتيجي تنام او كده الافضل انها تنام على جنبها او على بطنها بقدر الامكان. بقدر الامكان ده علشان تقعد قد ايه بقى بحافظ على الكلام ده؟ في اول اسبوعين لثلاثه المفروض ما يبقاش في ضغط خالص، بعد كده لغايه 6 اسابيع المفروض ان هي بيكون ضغط قليل ما يبقاش كبير يعني. ده بنحافظ بقدر الامكان على الدهون اللي هي محقونه وعلى الشكل اللي احنا عايزينه يعني. بس ده اذا دي صفات مهمه جدا جدا. شفت دهون الجرح، احنا عايزين ناكد على الجرح لان كتير من الستات بتسالني السؤال ده. الجرح عن طريق شفت عن طريق تخدير الموضوع ده، زي ما انت حضرتك الفتحه اللي هي بتاعت دخول الكانيولات او مكان دخول الكانيولات، هو بيبقى من 2-4 مللي زي ما انت حضرتك، ما بيحتاجش غرز ولا حاجه، بيقفل في خلال من 3-5 ايام بعد العمليه. بس كمان ما بنركبش درنقه ولا حاجه لان مش محتاجينها بصراحه بعد العمليه. بعد سؤال منطقي، هل يحدث ترهل بعد شفط الدهون؟ لا، هو بعد شفط الدهون ما بيحصلش ترهل في المناطق اللي احنا بنشفط منها، طالما ان هو ما كانش فيه ترهل قبل العمليه. تمام، في ناس بيبقى بطنها كبيره صحيح وهي بتبقى معتقده ان هي عندها ترهل او يحصل ترهل بعد العمليه، لكن ما بيحصلش. هي بطنها صحيح كبيره وفيها دهون كتير لكن مشدوده، فبعد العمليه لما بتلبس كرسي او مشد ضغط او الكلام ده في خلال من 2-3 بطنها بتاخد الشكل اللي هو المشدود وما بتحتاجش عمليه شد ولا اي حاجه. ايه المشكلات اللي قد تحدث وكيف نتعامل مع هذه المشكلات اذا حدث؟ هو احنا دايما بنقول يا دكتور ايمن ان اهم فتره بعد شفط الدهون اللي هي اول 5-7 ايام، دي اهم فتره. دايما بنوصي ان هو يبقى فيها راحه، مش راحه تامه، مش نوم في السرير، لكن مش عايزين مجهود كبير. دي فترة التعافي بتعتبر بالنسبة لنا أهم فترة للتعافي، لأنها خلالها الجسم بيقدر يتعافى تماما، وال يعني ما بيبقاش فيه سوائل كتير بتتكون، وبيبقى الجلد بياخد الوضع الجديد بقدر الإمكان. دي حاجة. المشاكل اللي قد تحدث لو حد مثلا أهملت في موضوع لبس الكرسي أو الكلام ده، ممكن إن هي السوائل تتكون في المنطقة دي وتحتاج إنها تتشفط بعد كده أو تحتاج للشفط كذا مرة. تاني حاجة زي ما قلت لحضرتك موضوع المناطق اللي بيتحقن فيها الدهون المفروض ما يكونش عليها ضغط، يعني لو حصل ضغط فيها ممكن ان هو يؤدي ان تفقد حتى الدهون اللي هي اتحقنت ديت وكده. حتى في منطقة الصدر لما احنا بنحقن الدهون بنفضل ان هي ما تلبسش برا ضغط او الكلام ده. تمام، ما بيبقاش في اي ضغط على المناطق اللي هي تم فيها الحقن. بس كتير من البنات او الستات ما بيقدروش شفط الدهون من الظهر، يعني بيركزوا قوي في البطن وينسوا الظهر. هو بصراحه هي في النقطه دي في ناس كتير بتجيلي بصراحه مشكوتهم الاساسيه في منطقه الظهر، يعني هو بطن عندهم مشدوده وهي بتقول لي حتى كل ما تعمل دايت وتمارس رياضه البطن بتنزل، جسم كله متناسق، جسم كله كويس، بس المشكله عندها في المنطقه بتاعه الظهر، ثنايا الظهر. ديت الشفط بيبقى كويس جدا، بيدي نتيجه كويسه جدا معاها. كمان في ناس كتير بتشتكي انها في موضوع اللبس بتبان، سواء بقى في الظهر او سواء كمان في الدراعات. الدراعات الدراعات كمان مهمه قوي، لان الدراعات بيبقى اللبس مظبوط عليها وهي حابه شكل اللبس عليها والكلام ده، لكن بتضطر انها تكبر المقاس بتاعها سواء في القمصان مثلا او في البناطيل كمان. يعني في البناطيل في ناس كتير بتجي لنا بتشتكي من موضوع التصاق الفخذين، لان في تراكم كبير للدهون في منطقه الفخذين، فهي بتيجي دي شكوتها الاساسيه. فاحنا بنقدر ان احنا نعالج ده عن طريق شفط الدهون باستخدام مخدر موضعي، وبترجع تمارس حياتها طبيعي تاني في خلال اسبوع بعد العمليه يعني. سؤال بقى قبل ما نروح، سؤال مهم برضو، التثدي عند الرجال، تراكم الدهون في الثدي عند الرجل، دي حاله
مخيفة مزعجة. بالضبط كده. بالنسبة للتسدي بجميع المراحل بتاعته احنا بنقدر ان احنا نعالجه حاليا برضو بنفس التقنية وبنفس الجهاز اللي هو موجود باستخدام مخدر موضعي فقط. يعني هو الميزة ان احنا عندنا الحمد لله احنا ما عندنا جهاز في المركز ده احدث جهاز، هو جهاز الماني لشفط الدهون شد الجلد والكلام ده. ده بيمكننا ان احنا بنتعامل على اي تراكم للدهون في اي منطقة في الجسم. فالتسدي بالنسبة للرجال بيتم علاجه، يعني العملية تقريبا بتاخد من نص ساعة لساعة بالتخدير بكل حاجة وبتنتهي، تعتبر مشكلة نهائية. دي بتنتهي نهائيا؟ بتنتهي نهائيا. زي ما قلت لحضرتك ان هو في المنطقه اللي احنا بنعمل فيها الشفط احنا بنشيل الخلايا الدهنيه نفسها، فمش وارد ان يتكون دهون في المنطقه اللي تم فيها الشفط. يعني والراجل مطلوب منه، الشاب مطلوب منه يعمل ايه؟ يلبس حاجه معينه؟ بيلبس برده مشد او زي فيست كده ضغط برده لنفس المده من شهرين لثلاثه. انت نورت وابدعت. ده نورك. انا مبسوط يعني، انا شفت حضرتك. انا سعيد جدا ان انا شفتك النهارده وامتعتنا تسلم. وشيء رائع ومجموعه من الانسترومنتيشن رائعه، اكويبمنت رائعه جدا، دي مهمه جدا طبعا. نحن نحط قدام الناس يعني ايه اكويبمنت، يعني استعدادات لوحده متخصصه في عالم شفط الدهون. دي حاجات مهمه جدا، حاجات تقنيات حديثه للغايه في شفط الدهون، بتدي نتائج مميزه للغايه. بنات كتير جدا في مصر والوطن العربي بيحبوا قوي اجسامهم تكون مشدوده، تكون ما فيهاش دفوهات، وده حقهم كتير قوي. رجاله كمان على فكره. رجاله كمان. انا عايز اقول ده لسه كنت اقول والله. وشباب كتير دلوقتي بيحبوا كده جدا، وتماما الشباب كمان عندهم مشكله التسدي دي مهمه قوي. يعني احنا بنتكلم على مشكله قد تكون مش بقى تجميليه، ده تجميليه علاجيه، لانه الولد بيبقى عنده احراج، ممكن يكتئب، ممكن يرفض انه يخرج، ممكن يجيله حاله نفسيه بسبب التسدي. يعني دي قد تكون مشكله خطيره جدا على المستوى النفسي، مزعجه للغايه، فلازم نتنبه ليها. النهارده ضيف العزيز واحد من نجوم عالم التجميل، دكتور ايهاب السعيد، استشاري التجميل، صاحب البورد الاكاديميه الامريكيه للتجميل وعضو الاكاديميه الامريكيه للتجميل. نورت بقى ساعتين. شكرا يا دكتور ايهاب، خليكم دايما معانا في الناس الحلوه.